الحمد لله، إنها مناسبة سعيدة جدا على قلوبنا أن نرى هذه المجموعة من أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات ويتخرجن بتميز وامتياز في مسار الباحث الاستراتيجي من أجل أن يقدموا خدمة للوطن وللمجتمع. ونهنئ المركز على إعداد هذه المسارات، نهنئ الطلبة والطالبات على تحصيلهم العلمي هذا، وأيضا نهنئ الإمارات لأنها بالفعل ماضية على طريق التعافي من جائحة القرن، اللي رح نكون نحتفل بمناسبة افتتاح أيضا إكسبو 2020 في هالأيام القادمة بإذن الله، لأن تكون هذه الجائحة من ورائنا. شكرا لكم.